عليكم أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة إن شاء الله. وصفة اليوم هي عبارة عن باكلافا. اللي غنحتاج في هذه الوصفة من طبيعة الحال هو اللوز. أنا عندي نصف كيلو لوز من طبيعة الحال بعد ما سلقته وشلت له القشر، وكذلك قمت بقليه في الزيت ثم طحنته قليلا او هرسته في المطحنة الكهربائية على هذا الشكل. كذلك احتاج لزبدة دائبة، عندي بيستاشيو للتزيين، كذلك قرفة، جوزة او جوز الطيب، كذلك انا احتاج لورق فيلو. والان غادي ندوزو لمرحلة التحضير او طريقة التحضير. ملعقة صغيرة من القرفة، كذلك قليلا من البوزة، والآن نحاول نخلط القرفة مع اللوز مع جوز الطيب، تعطي رائحة جميلة مع هذا الخليط. نأتي بمنديل ونأتي بمنديل ثاني، حنا تنبلوه بالماء وتنحطوه عليه باش الورق تاعنا ما يتقطعش لنا او ما يتكسرش، وتنخليه جانبا. نحاولو تنمسكو ورقتين ونحاول نمشي عليهم بالزبدة هكذا. تأتون ب خشبة أو أي شيء عندكم متواجد في البيت يعني على هذا الحجم، وتتحطوا عليه بلاستيك غذائي من الفوق، فالبلاستيك الغذائي تسهل علينا وضع الحشوة في صينية الفرن، وتتوضعوا في النصف يعني هنا تقلبوا عليه هذه. قليل من الزبدة وتنشفو من الحشوة تاعنا بهذه الطريقة. ومن طبيعة الحال بعد ما تعملوها تروحوا تعملوها هكذا. تأتي بصينية الفرن من طبيعة الحال احنا نحطيها بلاستيك غذائي باش الورق تاعنا ما ينشفش ويبدا يتقطع. ونأتي
في اثنين. ونقوم بنفس العملية، يعني نحط عليها زبدة الورقة، نأتي بالحشوة واحد ملفة، نأتي بهذا الشكل، نأتي بالصينية ودائما دائما نترك ورق الفيلو منديل مبلول عليه من الفوق، فهو اللي تساعد الورق تاعنا باش يكون لين ولما تتجمعيه ما تتكسرش، يعني لما تحط عليه منديل مبلول يبقى من يعني يبقى لين ما يتكسرش. وهكذا نستمر حتى نخلص الباقي ونرجع لكم. وهذا هو الشكل تاعها بعد ما خلصتها. دابا غادي نقوم بتقطيعها، يعني ثم تتحاولوا تحاولوا تعملوا الحجم اللي انتم باغين.
وبعد ما قمت بعملية تقطيعها دابا غادي نعمل لها الزبدة من الفوق. يعني لازم تاخذ حقها من الزبده كلها. والان بعد ما خلصتها ما بقى لي الا نوضعها في الفرن. انا سبق لي وحطيت الفرن على 300 درجه حراره، وبعد ما نطلعها من الفرن نرجع لكم. والان بعد ما طلعتها من الفرن سخنه نحط عليها العسل، نحط عليها العسل وهي باقة سخونة. على فكرة أنا استعملت عسل النحل، يعني تنوضع عليها العسل او العسل وهي سخنه، يعني مجرد ما تنطلعوها من الفرن تنحط عليها العسل. كذلك تنقوم تزينها بالبيستاشيو. والان بعد ما وضعت عليها العسل وهي سخنه وقمت بتزيينها بالبيستاشيو، دابا غنخليها تبرد وتشرب العسل، ولما نحب نقدمها في طبق غادا نرجع لكم. والان بعد ما تركتها ليله كامله حتى بردات وتشربات العسل، دابا جاء موعد تقديمها في الطبق. وهذه هي باكلافا تاعتي بعد ما خلصت، شكلها جميل ومذاقها ايضا. تنتمنى انها تعجبكم وتلد على خاطركم، ونكون انا خفيفه على قلبكم، ونتلقى معكم في وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.